الاصدقائي بغيت نوريكم الطريقه. طلبوني شي امور بيه الطريقه اللي سوا على المظله. شنو غنحتاج؟ شوف هنا ريان ورقه بيضاء كويسه على 4 باش كنطراسي نقدر نتوما بشي حاجه طراسي هذا راسي الدوائر طاجون كل طفل خدمت معاه بورقة قطعت ليهم الدوائر وعطيت كل طفل يلون كما كتشوفوا المظلات ملونين كل طفل من بعد ما تلونوا المهم نتوما تخيلوهم ملونين خلينا نشوفوا كنشدهم كنقطعهم على نص هكذا طوي كتطرسها في المنتصف من ديال الأوراق كتقطعهم هكذا على نص هما كيخرجو لينا 8 كناخدو هكذا وكنطويهم كيخرجو لينا 8 ديال الأجزاء طريقة سهلة هادو والله إلا المظلات كل طفل خدم المظلة ديالو بوحديتو جلس معاهم أنا كنخدم معاهم النموذج وهما تيخدمو حتى كملنا كل واحد صاوب المظلة ديالو زينا بها الملف من بعد ما طويناهم كاملين هكدا على 8 كناخد لاكون شوف يدير كل مصاب في يدخل هكذا كندير لاكول هنا شوف شوف غير تبع الطريقه الله يتساهل هكذا كنلصقها على اختها هكذا حتى كنكملو كل ما نلصقهم على خاتهم حتى كنكملوهم كاملين بثمانية وتاكلوا معايا حتى اللهم بارك فهمتي كتسدها كامله كتخليها شي كيجيو هكذا وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده ها هي